مرحبا، يعطيكم العافية وسلام للجميع. اليوم معنا انبوكسنج لأربع بوكسات، ثلاثة كبير وواحد صغير. خلينا نبدأ فيهم واحد واحد. كمل كمل كمل. يلا عنا هون عنا في اثنين اشياء هون. هذا اللايت اهو بديهم اياه. دول لايتس LED لايتس. LED لايتس زينة يعني. وهون عنا كمان 12,000 ميجا بايت واي فاي اكستنشن رينج اكستندر، يعني هذا بعمل الواي فاي احسن بال بيزمنت والشغلات هاي. هذا واي فاي اكستندر ساعدنا عشان نحصل على واي فاي احسن. طبعا احنا زي ما بنفتح قدامكم بتشوفوا انتو عبارة عن المهم مش عارف كيف نفتح هذا، يمكن من هو طريقة فتحه غريبة. هذا لازم تقصه. اوكي خربناها، يلا مش مشكلة. اوكي هذا هو، هذا هو يا جماعة، هذا هو الجهاز. شايفينه جهاز بسيط جميل، راح نجربه ونحكي لكم شو فكرتنا فيه. اوكي يلا اللي بعده. هون deformable lamp كمان واحدة. اوكي شفنا هذا بالفيديو الثاني. هذا lamp للجراج، بس عملها حط زي normal lamp وعندها LED. افتحها اوكي. هاي هي، واو شكلها هاي. واو لازم نجربها ونحكي لكم شو راينا فيها. بتحركوا هاي، بعرف اذا فيها موشن ديتكتورز. هنجربها ونحكي لكم ونعطيكم راينا كامل. ومعطينا هديه. شو هالهديه؟ لا مو هديه. هذا هدية. I think it's هدية. نو هذا هذه لللايتس. لايتس هاي نجرب. طيب اللي بعده. اللي بعده انا شاري اثنين من هدول، بس مش عارف ليش واحد بس وصلت. يلا بنشوف. هون عنا كنترولر من النينتندو. واو واخيرا وصل. واو افتحها نشوف. الكيبل عشان الشارج، وهون الكنترولر.
How is it? It feels very nice actually. Wireless, هاي؟ Wireless. وهون البطن. كلكم بتعرفوا هذا الهوز اللي هو هذا 100 فيت طلبناه عشان نشتغل عليه شغلة بسيطة يعني. وطلبنا اير واكس بتنظف ال الاير واكس عبارة عن جهاز هيك ببطارية بنظف الاير واكس من جوا. ادم بصير عنده احيانا اير واكس فحنجربه وحنحكي لكم برضه شو راينا فيه. اخر شيء بقس كبير عندنا كمان واحدة هذا اللايت. بس هم انا طالب تنتين ديفرنت هدول اجوا زي بعض صح؟ غريبة. هون عندنا كمان سمارت ال اي دي ستريب حنشوف ثلاثة منهم. اوكي هذه ال اي دي ستريبس بتعرفوها. Yeah. طيب خلينا نشوف ال هاي ما فيش فيها جيفت هذيك فيها جيفت وهاي ما فيش فيها anyway. فهاي الشغلات اللي جتنا اليوم حبينا بس نورجيكم اياها ان شاء الله تكونوا انبسطتوا فيها. تابعونا على القناة ونراكم لايك كومنت وسبسكرايب. نراكم في الحلقات القادمة. باي باي. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.